أنا حقيقة يعني ولدت وترعرعت في منطقة اسمها شارع الصعصعة، لأن أبوي كان عنده محل في السوق نفسه لأعلاف، بيع الأعلاف وما شابه، فأراد يكون يعني يشتري بيت يعني على قد الحال قريبة من منطقة عشان يروح يتمشى. هذا كان أنا ومع أخواني، إحنا سبعة أخوان وبنت واحدة الحقيقة، فأشلو نشأنا وربينا في الحياة البسيطة، الحياة البسيطة، السوق جنبينا يعني سوق الخضار وسوق يعني. وأتذكر أنا يعني كان الشيخ سلمان بن حمد رحمه الله جد ملكنا المعظم الله يحفظه الشيخ حمد، كان يجلس في يروح بين فترة وفترة البلدية ويستقبل الناس البلدية هناك، كان يعني حتى منطقة يسمونها منطقة الشيوخ أو فريق الشيوخ يسمونها. من ضمن اللي علمت أنا فيما بعد أنه كان الشيخ زايد الله يرحمه كان يجي هناك يزور الشيخ سلمان بن حمد الحقيقة، لما كان الشيخ صخبوط أمير أو حاكم أبو ظبي الحقيقة. ثلاثة من الأخوان سافروا إلى السعودية اشتغلوا الحقيقة في السعودية، واحد في عنده محل عادي يعني مع تجارة عادية، والثاني في شركة، والثالث حقيقة في القوات الجوية السعودية، وصل إلى رتبة لواء الحقيقة إلى أن توفى الله. فإحنا عشنا وترعلنا في البلد أنا وأخوتي الحقيقة الباقين، وأدرس أيضا ثانوية في ثانوية المنامة، وكان لي أصدقاء الحقيقة يعني متمكنين أكثر مني بكثير، فوصلوا قرروا لنا يسافروا للدراسة في الخارج. أنا كنت محدود يعني الدخل والدي ولا أخواني في السعودية، فلما وصلت إلى سنة الثاني ثانوي، الأول زمان كان في الثالث أنا ممكن تشتغل مدرس مدرسة ابتدائي يعني. ففي ذيك الفترة اشتغلت مدرس لمدة سنة عشان أجمع لي شوية مبلغ معين للدراسة، لأن اللي حوالي أصدقائي قريبين جدا كلهم بيدرسوا الخارج، كنا متمكنين حقيقة أهاليهم، فأنا لازم أواكبهم هذه البيئة اللي حوالي بيئة يعني. سافرت إلى بعد سنة سافرت إلى مصر حقيقة، باعتبار أن مصر يعني رائدة في الجامعات وما شابه، وهم كمان راحوا درسوا الطب في مصر أيضا، يعني مثل ما كنا أصدقاء في البحرين كنا أيضا أصدقاء في أي نعم. مرت عليها مرت السنين، جابها القاهرة كلية الحقوق، أيوة، وسكنت في المنطقة الدقي الحقيقة، مو سهلة الحقيقة، ولكن مثابرة والعمل جاي والجهد يعني مشيت أموري لله الحمد، وهذا كله فضل من الله الحقيقة. يعني مريت بحالات إفلاس شديد أوف شديد لا يعلمه إلا الله. وانت بتدرس؟ وانا بدرس، لا واصلني افلاس لايام امتحانات نعم ولكن مشينا امورنا عشان المثابره والجد ودي، فشويه الامور كان صعبه 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 للغايه الحقيقه، ولو اشرحها لك مش حصدق. انا حقيقه لما كنت ادرس في القاهره انا يعني لصيق جدا بوالدتي، فاجرت شقه بستة جنيه يعني 600 فلس شقه لوحدي، لأن دائما تزورني الوالدة وخلي زوجي تقعد معاي شهور في مصر حقيقة في اللي هو بالقاهرة. أدي أربع شهور خمس شهور وترجع البحرين، بس هذه كانت تشتغل عندنا واحدة كبيرة اسمها أم علية كبيرة في السن، هي تطبخ وتنظف كله. ف
أهم الحوادث اللي حصلت لي في مصر حقيقة أو المواقف اللي أتذكرها. أنا فلس قلت لها أم علي أنا ما أقدر أدفع لك راتب ما عندي فلوس. قالت لي وماله أشتغل ببلاش. قلت لها شو عندك أطفال عندك عائلة؟ لا شوفي لي الشغل. شافت البواب قلت لها كلمت البواب قلت لها ما في عندك شغل في العمارة؟ قال لي آه في جماعة في جماعة لبنانيين يبون شغالة. قلت لك خليها وتروح عندهم. اشتغلت عندهم طالبة لبنانيين حقيقة ناس طيبين حقيقة. فاشتغلت عندهم تطبخ لهم. كانت طبيقة تنزل تحت تأخذ طبيق اللي لها هي تقسمها بيني وبينه. نعم شوف يعني ايه والله يعني هالدرجة كانت ايه والله. بس يوم ما انا انتظر على نار الظهر وانا بزاك امتى متى ترجع متى متى تجيب الاكل. قالت لي جايه ايدها فاضيه هام علي وين الاكل. قالت لا النهارده ما طبخوش عملوا سندويش موز. انا اول ما اسمع بكلمه سندويش موز. سندويش يعني سندويش وخلوا فيها موزه وياكلوا. قالت لي ليه؟ قالت امك كمان فلسوا. زي حالاتك. أنا كنت حقيقة جامعة القاهرة وكنت ساكن فترات في منطقة العجوز الحقيقة في ترولي اللي هو الباص من الجامعة يوصلنا إلى دي. الباص يعني هو يستوعب حوالي 60 شخص بس في 150 يعني الباص عامل سندويتش. أنا يعني دي شيء عادي عندهم يعني وعندنا متعودين إحنا الزحمة دي عادي يعني. فمرة تعلقت الباص وتسكر علي الباب سكر الباب وأنا برا الباص مسكت الفوق وبعدين رميت حالي في الرصيف. إيه والله أنت قعدت أفكر قلت الحمد لله أن الله أنقذني. جاء باص ثاني ركبت باص الثاني بشيل حوالي 5 أو 10 دقائق وقف الباص. خير الباص اللي كنت حارق فيه غرق في النيل. لا حول ولا قوة. يعني هذا المواقف اللي أنا كلهم ماتوا عدا واحد طالب معانا في الجامعة جابوه يوم الثاني الأستاذ الدكتور جابه وصفقوا له لأنه أنقذ واحدة معه أنقذ نفسه وأنقذ واحدة بس اللي أنقذها عمرها 85 سنة لها عمر تاني مسكين. أما برا الحقيقة مرضت بعد أيام زي ما قلت أيام الإفلاس وامتحانات وإفلاس مرضت سخونة يعني فوق 42 إيه وين أروح بس ما عندي أروح الدكتور. رحت مسجد قلت له اقرأ علي. قاعد يقرأ علي واحد كده أقول لك جنبك يقرأ علي كمان أنا عيان أنا مريض قرأ طلعت لا ما فاضي. رحت للبواب قلت له البواب بيعافني قلت أنا عيان مريض وسخونة. قال بص روح الدكتور في منطقة اسمها بين السريات قريبة من الجامعة وقريبة من المحل يعني الحقيقة هناك بدكتور كويس مع ايش وكذا وكذا ما يعني مش بغلواني يعني دقيق برا انا ما عندي فلوس ما لي قرش. ايه رحت هناك لقيت اسألت عنه سألت عنه قال هنا اللي لقيت اطفال وبنات اطفال كله سألت واحد قلت له بتاع اطفال قال ده بتاع كله. انتظر جاني التمرجي اللي هو قال لي حتخش على الدكتور قلت له ايه نعم قال عايز مخصوص ولا عادي مخصوص تدفع له فلوس قلت له والله عادي دخلت ما في ما بعد دخلت على الدكتور رجل كبير في السن كبير في كتب قديمة وجمع
قلت له دكتور أنا عيان بس ما عندي فلوس. قالوا ماله؟ أي والله ما انسى. قالوا ماله؟ ضال. قلت له عمل لي رشتة تروح الصيدلية. قلت له ما عنديش فلوس الصيدلية. قال معك خل في البيت؟ خل. قلت له قال لي خد الخل وقماشة وامسح على جسمك. رحت حق بواب أنا ما عندي خل. عندك خل؟ قال عطاني الخل غير إزازة إزازة. ورحت البيت وخليت في فوطة صغيرة مسحت على جسمي. والله خلال نص ساعة كنت زي الحصان، راحت الحرارة وراح كله. هذا أتذكر إحدى المواقف الحقيقة اللي أنا يعني مريت بها الحقيقة. مرة بعد كالعادة مفلس أعمل إيه يعني شو أسوي الحين؟ امتحانات بكرة وبعد وقرار. دورت على كل البدل اللي عندي لقيت قرش صاغ منه. قلت هال إيش وين أروح فيها دي؟ مين يأكلني بالقرش؟ طلعت برا أفكر لقيت لي بيع الذرة مشوي. قلت إيه هاب قرش بس أبي أكل أي حاجة بس. اشتريت الذرة كلت الذرة وجنبه يشوي وأنا جنبه بس ما شبعت. أكلت اللي في وسط الذرة قعد أكله وحاول أكله اللي هو الكوز اللي اسم لازم شافني قال ايه ده ما يتكلش. ويلا يعطيني واحد ثاني والله ما انسى والله هالموقف. ها كل اي والله هاي احد تحديات كثيره بس تغلت عليها الحقيقه لله الحمد. اي والله جيت يعني البحرين هنا رجعت معك دورت على شغل حقيقه. الله وفقني بوزاره الداخليه بفضل سمو الشيخ محمد بن خليفه الخليفه اللي هو كان وزير الداخليه سابقا وبعدين اللي هو حاليا نائب رئيس مجلس العائله. فاشتغلت هناك كمساعد للمدعي العام. تدربت فتره وكان المدعي العام المرحوم ابراهيم محمد حسن حميدان حقيقه واللي قبله كان جواد سالم العريض حقيقه الله يعطيه الصحه. فجواد خلوه او عين وزير العمل والشؤون الاجتماعيه بيها وتم الاستاذ ابراهيم حميدان والمدعي العام. ابراهيم حميدان حقيقه عينوه كمان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه. فانا قعدت مساعد عام فتره ثم مدعي العام. حصلت على بعثه الى فرنسا عن طريق الملحقيه الثقافيه الفرنسيه في الكويت. ما كان في ملحقيه ثقافيه في البحرين فرنسيه في البحرين. رحت الكويت تقابلت الملحق الثقافي الفرنسي شرح لي عن الحياه في فرنسا والاكل ومش عارف ايه كان حاجة زي كده الجو الفرنسي. ثم سافرت الى منطقه اسمها رويان على المحيط الاطلنطي الحقيقه. قعدت فتره سنه ثم رجعت البحرين ثم أرسلتني فيما بعد وزارة الداخلية مشكورة إلى بريطانيا في منطقة للاطلاع على نظام الترافق والتحقيقات الجنائية وما شابه. فمنطقة اسمها إلفنت كاسل منطقة كلها محاكم الحقيقة كلها محاكم منطقة محاكم هنا. قعدت حقيقة فترة ثم رجعت البحرين وعينت فيما بعد كنت مساعد أيوانيني مدعي العام حقيقة. ومارست العمل ما كان في أحد عند الدعاء العام كان واحد شيخ الله طول عمره اسمه إبراهيم بن حسن الخليفة كان وحيد ومعنا واحد كاتب طابعة اسمه حميد حبيب ايه قعدنا فتره طويله الحقيقه نشتغل الى ان تكونت الدعاء العام بفضل الحقيقه وزير الداخليه الشيخ محمد سمو الشيخ محمد
من خليفة آنذاك. بالنسبة لمصر دراستي في مصر يمكن تسأل ليه، لأن كانت الدراسة مجانية، مجانية الحقيقة، ولا كتر ما ننسى احنا ما ننسى فضل مصر علينا الحقيقة، ما كانوا ياخذوا من عندنا ولا قرش الحقيقة في مصر، فهذا شجعني الواحد على مصر، بالإضافة إلى يعني مكانتها مصر فيما يخص التعليم والجامعات وما شابه، كانت رائدة الحقيقة، كانت وما زالت بس تزول رائدة الحقيقة. هي ممتعة العملية، ممتعة ممتعة، يعني قصص بوليسية حقيقية، فتعيش معاها وتتفاعل معاها الحقيقة. يعني حتى الكتاب المذكرات اللي عملتها يعتبر صراحة معظمها من الذكريات حقيقة، ما كان ما عندي ورق يعني أو قضايا، لا بس معظمها من الذكريات حقيقة. أنا أولا كنت أهتم بوالدتي بشكل لا يتصورها العقل، كنت مضرب الأمثال حقيقة بين كل العائلة وبين الأصدقاء فاهتميت في اهتمام يعني. وبعدين زواج قسم ونصيب، أنا تزوجت فرنسية، الفرنسية طلعت يعني الله رسل، لما أقول لك الزواج قسم ونصيب ما كان في بالي أبدا زوجة أجنبية، ولكن الحمد لله توفقت بما لا يتصوره العقل في الحقيقة. لا تحب المادة ولا تحب المجوهرات ولا تحب اللبسة، ما زالت هي اليوم طبيبتي وممرضتي وكل حاجة في حياتي الحقيقة. الإنسان حقيقة الإنسان أصلا يعني مو بجنسيتك إيه عشان تكون طيب مش طيب، الأرواح تتلقى. نعم، قد يكون فلبينية، قد يكون هندية، قد يكون بحرينية، وقد يكون فرنسية، وقد يكون بريطانية، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأخذت بالها من والدتي الحقيقة، قعدت 24 ساعة تخدمها، تسفرها وتعالجها يعني ولا في الخيال، ولا في الخيال. خذت عني الحمل الحقيقة. أنا كنت مهتم بوالدتي كثير 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 الحقيقة. أنا كل اللي عمله معي حقيقة ما كان بيننا رئيس ومرؤوس، أنا رئيسهم بس ما عمري اعتبرت نفسي رئيس الإدارة هذه. كانوا كنا أصدقاء، كنا زملاء، حبوا العمل لدرجة قعدوا يجوا من وراي يوم الجمعة العطل، كان يوميها الخميس بعد عطلة، كانوا يشتغلوا بدون علمي أنا، لهالدرجة كانوا حبوا العمل. والله وفقهم الحين، كذا وزير مثلا النواف المعاودة وزير قائد عام وغير وغير حاجة، يعني اليوم ماسكين قيادات يعني عليا في كلهم. علي الدكتور علي العضي فضل بوعينين النائب العام يعني وغيره، والمرحوم بعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية محمد بحمود اسمه، كان لواء. أرتاح لما أسمع أخبار عنهم الحقيقة، أحس أن دول كانوا أولادي أو أخواني أو أصدقائي، وصلوا إلى ما أرتاح نفسيا الحمد لله، أشكر الله، وهذا نعم من عمل الله الحقيقة. نعم الله راضي علينا لما الحقيقة اهتمينا بالوالدين الحقيقة، مهم الوالدين بالذات الأم. نعم الله أكرمني لأن أنا أكرمت الوالدة لآخر رمق في حياتها الحقيقة.